عبد العالي السعيدي المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية الفيدا مرسى السلطان. ينطلق اليوم الامتحان الوطني للقطب الآداب يوم 3 يوليوز، على أساس أنه يوم 6 يوليوز إن شاء الله سينطلق الامتحان الوطني للقطب العلمي. تقسيم الأقطاب طبعا جاء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتخفيف من عدد المترشحين الذين يجتازون امتحانات البكالوريا في نفس الوقت، بالإضافة طبعا إلى تقليل عدد المترشحين بالنسبة للقاعات الرياضية بالنسبة للقاعات العادية، واستعمال القاعات الرياضية والفضاءات الجامعية المفتوحة لاجتياز هذه الامتحانات. نتواجد اليوم بواحد من مراكز الامتحان على صعيد المديرية الإقليمية، اللي هو مركز الثانوية الإعدادية يوسف الداشفين، اللي هو في نفس الوقت كيتوفروا فيه قاعات عادية ولكن أيضا كيتوفروا فيه قاعتين رياضيتين تم استعمالهما لهذا الغرض. كما تبعتوا معنا في هذه الزيارة، الأجواء الامتحان كتمر أجواء عادية، هناك انخراط كبير للأطر الإدارية والتربوية للمؤسسة، هناك أيضا التزام بشروط السلامة الصحية والاحترازات التي توصي بها السلطات الصحية في المجال. وربما راكم تبعتوا نماذج من تعقيم والمعقمات المتوفرة بالمركز، تعقيم الأيدي، الأرجل، التباعد الاجتماعي ما بين جميع المتدخلين في هذا الاستحقاق، وهي كلها إجراءات طبعا تم أخذها بعين الاعتبار من أجل ضمان سلامة وصحة المترشحات والمترشحين وكذا الأطر الإدارية والتربوية. كنتمنى كامل التوفيق لجميع المترشحات والمترشحين، وكذا كنبغي نتوجه بالشكر الجزيل للأطر الإدارية والتربوية على صعيد مراكز الامتحان اللي بذلوا واحد المجهود كبير من أجل إعداد سواء الإعداد المادي واللوجستيكي داخل الامتحانات، ولكن أيضا التأطير التربوي لهذا الاستحقاق الكبير اللي نتمنى إن شاء الله أنه باقي أيام الاستحقاق تمر في أجواء مماثلة لهذا اليوم، أجواء تربوية ممتازة، وننهيو إن شاء الله هذه الامتحانات ضمن اليومية اللي التزمت بها وزارة التربية الوطنية من أجل إعطاء النتائج في الوقت المناسب.